خليني ايضا انتقل مع حضراتكم لجوجل مابس ونشوف من خلال التطبيق ده احوال الطرق صباح اليوم. يوم السبت الصبح طبعا كلنا عارفين ان الدنيا بتبقى رايقه، برضو فرصه كويسه زي الجمعه الصبح كده، برضو بتبقى انه الواحد ينزل بدري يخلص مشاويره اللي هو معطلها مثلا بقاله اكتر من كام يوم على مدار الاسبوع، ممكن يبقى مثلا بسبب الطريق، ممكن يكون بسبب الشغل او ما شابه الظروف الكتير. لكن خلينا نتكلم برضو شويه على الطريق. ابتدينا من طريق صلاح سالم العروبه، الدنيا رايقه، وكوبري اكتوبر باتجاه ميدان التحرير، في الاتجاهين كمان المتجه ناحيه مطار القاهره بيظهر قدامنا طبعا الكوبري في الاتجاهين، واسفل الكوبري طريق يعني لطفي السيد رمسيس بيظهر قدامنا باللون الاخضر، وده مؤشر عن السيوله المروريه. نشوف كمان من الخريطه من اعلى، ممكن نلقي نظره سريعه برضو على الطرق المحيطه، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده في حاله من السيوله المروريه كالطبيعي في ايام العطله الاسبوعيه ايام الجمعه والسبت. ده مدخل المحور، عدينا على كورنيش ماسبيرو، الدنيا رايقه الحمد لله، وتوصلوا بالف سلامه.